ورجعنا مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا في ليالي رمضان على قناة مصر الزراعية. طبعا الأعداد العرفية والمجالس العرفية والقبائل البدوية بيبقى فيه تفاصيل كتير وأسرار وحكايات وطبيعة خاصة جدا هنتعمق فيها في طبعا معرفتنا بهذه التفاصيل الخاصة بالجلسات العرفية وفض المنازعات. ويا ترى لما بيحصل نزاع له علاقة بالدم، طب الصلح بيكون ازاي وبتتم ازاي الجلسة العرفية دي، وازاي بتساهم برضو انها بتخفف شوية العبء عن القضاء المصري. خلينا نشوف تفاصيل كتير من الحاج فتحي عبيدو، عضو لجنة المصالحات وفض المنازعات بمصر. اهلا بيكو، كل سنة وحضرتك طيب. سنة طيبين وكل مصر بخير ان شاء الله، كده رمضان كريم لنا كلنا. اهلا، تحياتي للقناة والناس الأفاضل. كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا. خلينا في البداية ندي مشاهدينا كده تعريف بسيط، يعني ايه مجالس عرفية؟ المجالس العرفية دي من أصلها، من يعني مجالس العرفية يعني الصلح بين الناس. مفيش مجتمع في العالم إلا ما يكون فيه ناس أهل خير يوفقوا بينهم ويقربوا وجهات النظر ويرجعوا لبعضهم، لأن الشر الدنيا فيها الشر والخير. احنا بنعمل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى، ان لم يكن ناس موجوده بين الناس تصالح وتوفق وترجعهم لبعضهم هيحصل دم ويحصل مجازر ويحصل حاجات. العرف يوقف سلسال الدم، ده عنوان من ضمن العناوين اللي هي ينتسب له، العرف يوقف سلسال الدم. هل الجلسه العرفيه بيكون لها شروط معينه؟ طبعا. مش اي حد يدخلها، دي بتبقى ناتجه عن خبرات ولها برضو يعني تراث أب عن جد. يعني ممكن يكون واحد، أنا والدي كان شيخ البلد وكنت بشوف أنا طفل صغير الصلح في بيتنا، وبالتالي طلعت اتزرع جوايا الخير من غير ما أحس بعمله، وبحس بفرحة وسعادة بأن أنا أعمل الخير. إحنا بنعمل هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى، بس يعني إحنا لازم يكون عندنا خبرات في أي مجال في الدنيا وأي أمر في الحياة، ننظمه صح تطلع نتيجة صح، لو نظمناها غلط هتطلع غلط. وبالتالي المجلس العرفي نفس القصة، لو احنا نظمناها صح وجبنا الناس الصح اهل الخبرة اللي بيتقوا الله اللي عندهم خبرات في هذا المجال، اكيد النتيجة هتبقى صح. عشان في بعض الاحيان الناس بتقول المجالس العرفية بتسيء ضد القانون، لا ده كلام غلط. المجالس العرفية لا تلغي القانون، وهي عنصر مساعد للقانون. بالظبط، يمكن انا اشرت في بداية الفقرة انه ممكن يعني بالود إن ما كانش في جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون أو حاجة لازم لابد فيها تدخل القضاء، ده طبعا ده شيء أساسي. لكن احنا بنقول القضايا البسيطة اللي ممكن تتحل، بس بما إن احنا بنتكلم بقى على القضايا البسيطة وغيره، هل فعلا ممكن يتم التصالح في قضايا الدم في الجلسات العرفية؟ طبعا أكيد. دلوقتي واحد قتل، هو قتل خلاص، القضاء خد عقابه، طب الأسرتين أهله، أهل القاتل وأهل المقتول، هيقعدوا كده؟ أكيد هيفضل الشر قائم. إحنا بقى بنتدخل، مش إلغاء للقانون، ما قلناش الراجل اللي قتل ده يطلع براءة، لا، إحنا قلنا اللي قتل ياخد عقابه، بس إحنا دخلتنا في الأسرتين، الأسرتين نرجعهم لبعض ونقول ده قضاء الله وقدره، ونعمل صوان ونسلم الكفن ونجبر خاطر الأسرة ارضي ولي الدم حتى يرضى. احنا بنرضي ولي الدم عشان تستقر الامور حفاظا على امن وسلامه المجتمع وعدم تدمير الامن العام. فالدور ده دور مهم جدا على فكره. احنا بنحل اكتر من 90% من مشاكل المجتمع المصري. وعندنا الامثله كتيره والادله كتير. كان عملنا حلقه تلفزيونيه، كان راجل اللي هو شرطه كان معايا، مش داعي لذكر اسمه وقناه مش داعي لذكر اسمها، وكان الراجل راجل قانون وراجل عرف اللي هو انا. خليني برضو اخد من حضرتك فكره، البعض ساعات بيتخيل انه قضايا الدم بيبقى فيها الصلح صعب ما بين الاسرتين، فانتوا ازاي بتقدروا تعملوا ده بالفعل؟ وقصه الكفن اللي حضرتك اتكلمت عليها، يعني بعد ما القانون ياخد مجراه، وانا باكد على النقطه دي، وان القاتل ياخد عقابه بالقانون، لكن الاسرتين وان ما يبقاش بينهم فكره الثأر وغيره، وايه قصه الكفن؟ هو احنا اول حاجه بيبقى فيه سياره خير او مسيره خير. ايه هي مسيره الخير؟ شخص او اشخاص مشهد لهم بالاخلاص وعندهم خبرات
بينتقلوا بين الأسرتين، بيوفقوا، بيروح لولي الدم يقول له ده قضى الله وقدره وهو ما كانش يقصد القتل، وكل واحد الأعمار بيد الله، ويقعد يهديهم وبيتكلم كلام وآيات قرآنية وحديث بحيث ان يستقر ويهدأوا، وبعدين بينتقل عند الأسرة الثانية اللي هي القتلة يقول لا يا جماعة إذا كانوا هم ساكنين في الشارع بنغربهم بنمشيهم من الشارع عشان النهارده ما يطلعش واحد يلاقي اللي قتل أخوه أو اللي قتل أبوه موجود، أكيد هيتصرف ويعمل عشان خاطر ندرء المفسدة. في قاعدة شرعية بتقول إيه؟ درء المفاسد مقدم عن جلب المنافع. فده من ضمن ايه القاعده الشرعيه، احنا بندرء المفسده في المجتمع. لو احنا سيبنا الموضوع كده بدون تدخل، واخده بال حضرتك، هيحصل ماساه، هيبقى كل يوم قتيل واثنين وثلاثه واربعه. اذا وجود عناصر من العرفيين في مصر وفي جميع البلاد موجود، مهم جدا لصالح المجتمع. صحيح، عشان خاطر يستقر الامن. احنا في فتره من الفترات كان بعد الثوره كان لنا دور كبير قوي. اكيد. طيب طبيعه المجتمع البدوي والقبائل البدويه وشيخ القبيله وغيره ليها سمات معينه حضرتك ممكن تشرحها لنا، وفي بعض العادات والتقاليد اللي ما ينفعش ابدا تتخطاها كحاكم في جلسه عرفيه؟ هو في ثقافة غلط موجودة اللي هي ثقافة الطار الصقر. الثقافة دي احنا بنقعد ونفهم الناس ان ده شيء من الموروثات الخطأ اللي موجودة عشان ننقل المجتمع من الصقر. القتل ده تم ازاي؟ قتل فيه مشاجرة بين اتنين، جت ضربة غلط مات الراجل، هو ما كانش المقصود الموت، ما كانش مقصود ان هو يموت، هي جت ضربه خطا في مكان خطا ادت الى الموت. وبالتالي احنا بنقعد وبنقول ده نصيبه وده عمره وده قضى الله وقدره ولازم، واحنا نقعد. بس مش كل القتل ممكن يكون خطا، فبتتصرف ازاي لما يكون في معارضه؟ وهل فكره الديه او غيره دي موجوده؟ دي مش مشرعه في كتاب الله طبعا، 100 ناقه. فاحنا بنقدرها بسعر يومها، يعني احنا مثلا نشوف في مكان في سيناء او في الصعيد بنقدر الثمن الناقه دي، يعني الجمل الكبير قوي والبقر الصغير في حاجه في النص اسمها الناقه، فبنقدر ثمن ال100 ناقه، يبقى هي دي الديه الشرعيه. تسلم لاهل المتوفي الدم حتى يرضى. وبعدين بيتعمل صوان عشان خاطر الاجيال ما تعيرش بعضيها، يتقدم الكفن، يعني ده صوره من صور ان انا جيت لك لحد بيتك او على الملأ وقدمت كفني، يعني انا ميت، وبعدين انت بتعفو وتسامح، بيبقى كل الامور دي متفق عليها. قبل، يعني احنا ممكن نقعد 3 شهور، نقعد شهرين، نقعد 4 شهور، نقعد سنه ورا القضيه لحد ما نخلصها. مش امر سهل، يعني صحيح امر عاوز حكمه وعاوز دبلوماسيه وعاوز ناس مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيوفقهم وبيتم لهم شغلهم. في الشهر الكريم واحنا في شهر رمضان، هل فعلا المشاحنات والمخاصمات بتكون اقل؟ طبعا اقل بكتير، لان شهر كريم ربنا سبحانه وتعالى يعوده على مصر كلها. آمين. بالخير والامان. آمين. وعلى السيد رئيس الجمهوريه وكل شعب مصر بالخير والامان. شهر ده شهر كريم وفي الاستقرار وفي الامن وفي كل شيء جميل جدا. صحيح، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وحضرتك بالف خير. ايه اكتر القضايا اللي حسيت انها صعبه جدا واللي حسيت انه لا انا يعني الموضوع كبير، من اكبر القضايا اللي حكمت فيها؟ في قضيه يعني انا بتكسف وانا بقولها، قضيه صعبه، يعني ولد شاب من في شارع نزل بنت صغيره جابها وقال لها تعالي، انه تعالي خدي جوافه من الزرع يعني. فالبنت الحسنية نزلت، فيعني وبعدين لما لقاها اتعورت قتلها ورماها في الجنين. طبعا الأسرة قعدت تدور الميكروفون زي البلاد ما بتعمل، عيلة تايهة ولاد الحلال يسألوا عند خالتها عند عمتها عند ده، ما لقوهاش. فأول يوم عاد، تاني يوم واحد فلاح ماشي من الأرض لقى البنت، بعديها شافوا لقوا إن هي مخنوقة وحاجة تانية. فطبعا ده شيء، يعني الولد في الحالة دي عمل مش جرم بس، ده موتة مش طبيعية. طبعا أهل البنت أبوها وأمها كانوا في حالة، يعني لو قالوا، بيقولوا لو كانت عربية خبطتها أو وقعت غرقت كان سهل عليهم، لكن تموت بالطريقة دي
طبعا ده شيء صحيح. كان وحش خالص يعني. فده ده من الحاجات اللي يعني اللي زعلتنا وحزنتنا وخلت الانسان يعني ايه يحزن ازاي ولد يعمل الامر ده. واتحلت برضه اتحلت وخدوا حقهم وطردنا الناس دي من الشارع، على الرغم ان التغريب ده نازل في القانون بتاع الدوله ممنوع التغريب، لكن احنا بنغربه مش من البلد، بنمشيه من الشارع نوديه شارع بعيد، لقينا ان هو عنده بيت في الغيط وديناه يقعد فيه يعني بعيد عن حلو برضو ان انتوا حاولتوا تحلوا النزاع وتفضوا الامر بمنتهى اليسر برضو. بس هل في عدد لجان معينه، يعني في لجان عرفيه معينه بتقسموا بعض بطريقه معينه، كل لجنه تكون متخصصه في منطقه او في قبيله؟ اشرح لحضرتك الامر. اولا كل بلد فيها كبارات وكل مكان فيه رجال. النهارده انا استدعيت في الفيوم لقضيه قريب يعني، فلقيت ناس افاضل من اهل المكان كبار، فانا موجود معاهم عنصر مساعد ليهم وليس ان انا بلغي وجود الكبار اللي في المكان، وبالتالي احنا بنسال على الكبار اللي في المكان يساعدونا في اصلاح ذات البيت. الناس دلوقتي بتسال خلاص، الناس مش عاوزه غم، مش حد في الدنيا عاوز شر، عاوز يعيش في امان. ليه بقى؟ النهارده حضرتك انا قابلت واحد نجار يعني لقيته صوابعه الاربعه دول طايرين، فسالته سؤال دول طايرين ليه؟ فقال لي من الغم. قلت له من الغم ازاي؟ قال لي انا راجل شغال على المنشار، على المنشار بقى لي 25 سنه، المنشار ده ما عورنيش، بس انا في وقت كانت الست بتاعتي واهلي متخانقين مع الجيران وانا شغال على المنشار، نسيت ان انا على المنشار، افتكرت المشكله فصوابعي طار. اذا احنا بنروق البال. النهارده لما يبقى واحد عنده مشكله ولا بيعرف يسوق عربيه ولا بيعرف زي النجار اللي صوابعه طارت، ليه؟ صح. عشان خاطر عنده مشكله. طب النهارده لما نيجي نحل مشاكل الناس ما احنا بنروق بالهم، عشان اللي يروح شغله واللي يروح وظيفته. النهارده لو راح شغله وهو متضايق ممكن يتخانق مع المدير، ممكن لما مؤاخذه يخطا في غلطه. فاحنا النهارده شغالين بنعمل الكلام ده في المجتمع، مش بس بتروقوا بالهم، ولكن انتوا بتساهموا في حل المشاكل بشكل سلمي، ومش بنقول ان احنا القضايا كلها دم، لا ده احنا مجتمع الامن والامان والاستقرار، ولكن الحاجات حتى البسيطه اللي بيبقى فيها مشاحنات بالعادات العرفيه بتكبر بالظبط كده. فالامور في خلافات بين الزوج والزوجه، في خلافات بين الجيران، في خلافات على الارض، على ورث، ناس ماشيين في الشارع اتخانقوا اتشاجروا ما يعرفوش بعض، في مشاكل في المجتمع كبيره قوي، والعرف ليه دور مهم جدا. طيب خلينا برضو ناخد نفحة كده من نفحات العادات والتقاليد في شهر رمضان بقى في القبائل البدوية، يعني هل في حاجات معينة ولا لا زي العادات المصرية الجميلة؟ والله شهر رمضان ده شهر مفترج وشهر كريم، بس في عادات وتقاليد. الشعب المصري أصلا عنده الخير، بيحب الخير. صحيح. دايما تبص تلاقي في الشوارع ناس واقفة ومعاها أكل، ما هم ما بيفطروش، بيستنوا يقابلوا اي حد يركب عربيه ويقفوه غصب عنه ويدوا له اكل ويدوا له بتاع. ده مش موجود في اي بلد في العالم صدقيني. انا كنت باجي متاخر ابص الاقي وقفوا العربيه ووقفونا ويدونا اكل ويدونا بلح ويدونا تمر. طب انتوا واقفين طب روح افطروا. لا ما يفطرش هو ولا مفطر الناس. الشعب المصري فيه عراقه وفيه اصل وفيه حاجات جميله جدا، ورمضان كريم وربنا يعود علينا كلنا بالخير والبركة إن شاء الله يا رب. عايزة برضو من حضرتك نصايح للشباب بقى اللي بتتهور وبتخش تاخد حقها بإيديها والكلام ده. التسرع ده أنا والدي الله يرحمه كان بيعلمني، فكانوا بيقول لي حاجة كده ما فهمتهاش وأنا صغير، قبل ما ترد عد من 1 لـ10 في سرك. عد من 1 لـ10. وكان بيقول حاجة تانية وهنقول ليه كان بيقول كده. انا عاوز تخلي اولاد رقبتي زي رقبه الجمل. فقلت له ازاي رقبتك زي رقبه الجمل؟ قال عشان رقبه الجمل طويله، الكلمه قبل ما تطلع تمشي في مسافه كبيره تتعدل وتتظبط عشان تطلع في مكانها المظبوط. دي امثله شعريه قديمه طبعا بس لها معاني. طبعا الانسان لازم يبقى صبور دايما يتحمل ويعرف امتى يعلي صوته، امتى يتكلم بهدوء، امتى يزعق، امتى يسكت، امتى برضه يعمل اهبل وعبيط.
في امور برضه تستحق الواحد يعني يتغاضى عنها يعني. معناها كده. ايوه انا راجل فلاح وبقولها بالفلاح على راسنا. لكن لازم الانسان يعرف امتى يتكلم، امتى يعلي صوته، امتى يسكت، امتى يزعق، امتى كل حاجه. الانسان عرف امتى وامتى وامتى هيبقى الاخراج مظبوط، هيبقى مفيش غلط بفضل الله سبحانه وتعالى. وخصوصا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا انه يعني الغضب ممكن يبقى له تطورات كتير، عشان كده لا تغضب لا تغضب لا تغضب اكتر من مره. ايه اقوى الاشياء؟ فبصوا كده حواليهم لقوا الجبل. قالوا الجبل العالي ده، قالوا لا استنى ده الحديد بيكسر الجبل. قال يبقى الحديد اقوى من الجبل. قالوا لا ده الحديد النار بتسيح الحديد. قالوا يبقى النار اقوى من الحديد. قال لا طيب ما النار دي بنطفيها بالميه، طب ما الميه تبقى اقوى من الحديد، طب ما الميه بيشيلها السحاب يبقى السحاب اقوى من الميه. طيب الانسان ركب السحاب يبقى الانسان اقوى الاشياء. يا سلام الله، انا كنت مستنيه ما شاء الله. لا دي جميله، حاجات جميله كده. ايوه طبعا ما شاء الله. طيب انا برضو عايزه بس هي لها عدله، بس انا بقولها بالفلاح يعني. ده جميل، انا استمتعت بيها دي جميله. انا بقولها بالبلدي كده. ايوه لكن هي لها عدله ولها اصول، بس انا جبت الخلاصه. صحيح. ما احنا عايزين الخلاصه عشان الشباب تتعلم والشباب تعرف انه الغضب والتهور وده شيء غير لائق حتى بمجتمعنا وعرفنا واصولنا. احنا بنشوف الشباب دلوقتي هو اللي بيسبب مشاكل لاهله. ايوه. فروحت مجلس صلح كبير ولقيت الشباب متخانقين مع بعض في المدرسه. انا هصالح الكبار؟ لا، قلت هتقول الشباب. قعدت معاهم قلت لهم يا ابني انت خساره، وقعدت احسسهم بقيمتهم وبنفسهم. الولاد بقوا في ايديا تمام التمام وحضروا بعضيهم الصلح. ما نصالحش الكبار، بس الكبار ما فاهمين هيصالحوا. لازم سبب المشكله الاطفال. صحيح. هم الاولاد. وعلى راي طبعا الفنانه ناديه مصطفى الصلح خير ومنتصالح. الصلح خير. صح كده؟ طبعا خير. خير. الخير دايما في شهر الخير ودي دعوه عامه لتقبل الاخر والتعامل بمنتهى الود والبعد عن النزاعات والصراعات والدم. كلمة بقى من حضرتك لكل المشاهدين في قناة مصر الزراعية وتحديدا بقى لأهلينا في القبائل البدوية، تقول لهم ايه؟ أولا كل عام ومصر كلها بخير. ثانيا ربنا يعود علينا الأيام الجميلة دي بالخير ويسترها علينا وعلى رئيسنا الغالي ويعدينا من الأيام الصعبة والحرب الأوكرانية. واحنا كنش سياسة لا، بس أنا بدي نبذة مختصرة كده. هو الوقت صعب فعلا. احنا كلنا بنعاني وكلنا مستحملين عشان بلدنا مصر تعيش وتسلم ان شاء الله. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وممتنين جدا لوجودك معانا. كل سنه وحضرتك طيب وبالف شكرا خير. شكرا لكم ولقناه مصر الزراعيه. القناه دي من ناحيتي انا شخصيا هي قناه مصر الاولى، مش الاولى رقم واحد. لان مصر اصلا في الاصل زراعيه. صحيح. ودي قناه مصر. اكيد. انا بشكرك على الشهاده الجميله دي الحاجه فتحي عبيده. شكرا جزيلا نورتنا. ومشاهدينا خدنا تعريف كده بسيط وسريع وجميل عن الجلسات العرفية، وأتمنى أنه ما يبقاش في نزاعات ولا في مشاكل. وبكرر وبأكد مرة تانية أنه الجلسات العرفية ليس عليها علاقة تماما بإلغاء القانون. القانون بياخد مجراه، ولكن هم بيتكلموا على الصلح ما بين العائلات والأشخاص، لكن المجرم أو الجاني بياخد عقابه من القانون. لسه مكملين معانا فقرات تانية كتير في سهرتنا على قناة مصر الزراعية. استنونا بعد الفاصل.